بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى تتمة للدرس السابق، وسنرى الحوار الذي دار بين لا تورتي اي لو لابان. إذا لو لابان تي نو فو با مو دوني لا سالاد، تي نو فو با مو دوني لا سالاد، أنت لا تريد أن تعطيني السلطة. تي نو فو با هذا لو فو فولوار، جو فو تي فو، أنا أريد أنت تريد. Je ne veux pas, je ne veux pas, ana la urid. Tu ne veux pas, anta la turid. Je ne veux pas, ana la urid. Tu ne veux pas, anta la turid. ولكن هنا تقالت بصيغة السؤال. Tu ne veux pas, ala turid. Tu ne veux pas me donner la salade, ala turid an tu'tiyani as-salata. Tu ne veux pas me donner la salade. اذا لا تعطي ماذا سيقول؟ Non, je refuse. La ana arfud. Non, je refuse. La ana arfud. طبعا الحال هذا لو فيرب refuser يعني رفض. Non, je refuse. Écoute, اسمع. C'est le verbe écouter يعني هو فعل سامع. Écoute, اسمع، هذا أمر. هذا je te propose quelque chose. Je te propose quelque chose. أنا أقترح عليك شيئا. Le lapin, qu'est-ce que c'est؟ ما هو؟ La tortue, une course. سباقا. المقصود هنا اختصارا لجملة أخرى وهي Je te propose une course. أنا أقترح عليك سباقا. إذن مادام أنه وفى الجملة السابقة قال له أنا أقترح عليك شيئا، فقال له ما هو؟ قال له سباقا. المقصود أنا أقترح عليك سباقا. Nous allons faire le tour du jardin. Nous allons faire le tour du jardin. يعني أننا غنديرو le tour محيط. محيط الحديقة. المقصود أننا سنجري حول الحديقة. Nous allons faire le tour du jardin. نحن سنفعل دورة إن صح التعبير. طبعا الحال كلمة tour هنا تتعني جوج المعاني. ممكن أن هذه الكلمة تكون مؤنثة نقول لا tour، وفي هذه الحالة نتكلم على الصومعة أو البرج يسمى لا tour. ولكن في هذه الحالة اللي عندنا هنا تنتكلم على لو tour، تنتكلم على كلمة مذكرة. إذن في هذه الحالة تنعني بها، هنا في هذه الحالة تنعني بها دورة أو دوران أو محيط دائرة إلى آخره. إذن بحال الحالة اللي عندنا هنا تنتكلم على محيط الحديقة. Nous allons faire le tour du jardin. نحن سنفعل محيط الحديقة. المقصود بأننا سنجري حول الحديقة. Si tu arrives le premier. إذا أنت تصل الأول. La salade sera pour toi. La salade sera pour toi. السلطة ستكون لك. لو لابان ماذا سيفعل؟ الأرنب يلوس لزيبول. يلوس لزيبول يعني أنه يرفع أو يهز كتفيه ثم يقول داكور جاكسبت. داكور جاكسبت، متفق، أنا أقبل. إذا انطلاقا من النص الذي رأينا فيما سبق، وانطلاقا من هذا الحوار، كدي لا تورتي أو لابان، ماذا تقول السلحفاة للأرنب؟ المقصود ماذا قالت السلحفاة الأرنب؟ أو نطرح السؤال بطريقة أخرى، كو بروبوز لا تورتي أو لابان؟ ماذا تقترح السلحفاة على الأرنب؟ كو بروبوز سيرفا بروبوزي، كو بروبوز لا تورتي أو لابان؟ ماذا تقترح السلحفاة على الأرنب؟ إذن سواء قلنا كو دي لا تورتي أو لابان، ماذا تقول السلحفاة الأرنب، المقصود ماذا قالت السلحفاة الأرنب، أو بيان كو بروبوز لا تورتي أو لابان، ماذا تقترح السلحفاة على الأرنب، المقصود ماذا اقترحت السلحفاة على الأرنب. السؤال تقريبا نفسه. إذن كو دي لا تورتي أو لابان، ألويدي هي تقول له، المقصود هي قالت له أون فا فار أون كورس، نحن سنفعل سباقا. أون فا فار أون كورس. إذن في السؤال الآخر مثلا، كو بروبوز لا تورتي أو لابان، ماذا تقترح السلحفاة على الأرنب؟ إذن طبعاً الحال نمشي في نفس السياق، نقول إلوي بروبوز إن كورس. إلوي بروبوز إن كورس، هي تقترح عليه سباقا. ثم عندنا السؤال الآخر وهو كو في لو لابان. كو في لو لابان، ماذا يفعل الأرنب، المقصود ماذا فعل الأرنب. إذن إلفي il fait un geste avec les épaules، هو فعل حركة
بالكتفين المقصود بكتفيه il fait un geste avec les épaules هو فعل حركة بالكتفين هنا بطبيعة الحال عندنا بالأكتاف كما لو نقول بالأكتاف يعني جمع كتف إذن il fait un geste avec les épaules أو نقول كما عندنا في النص il hausse les épaules يعني أنه هز الكتفين هز الكتفين يعني أنه رفع كتفيه qui passe devant eux qui passe devant eux ما الذي مر أمامهما هنا بطبيعة الحال كما لو نقول أمامهم لحقاش المثنى والجمع يعني نفسه في الفرنسية يعني انطلاقا اثنان فما فوق يحسب جمعا ليس في اللغة الفرنسية مثنى إذن كي باس دوفون أ ما الذي مر أمامهم إن صح التعبير أو نقول مثلا كي باس دوفون لا تورتي أو بيان كي باس دوفون لا تورتي ما الذي مر أمام السلحفاة إذن السؤال الأول والثاني تقريبا نفسه إذن كي باس دوفون أ إذن نقول إن بيتيت سوغي باس دوفون أ يعني فأرة صغيرة تمر أمامهم إن بيتيت سوغي باس دوفون أ طبعا حتى نتكلم على لوفير باسي يعني مرة أو أمضى مرة أو مضى إذن كي باس دوفون أ إن بيتيت سوغي باس دوفون أ أو نقول فقط إن سوغي لا بيتيت سوغي يعني فأرة السؤال الآخر كومون سابيل لو شا ماذا يسمى القط كومون سابيل لو شا كيف ينادى القط المقصود ما اسمه كومون سابيل لو شا إذا نقول il s'appelle Fifi il s'appelle Fifi هو يسمى Fifi أو هو ينادى Fifi بطبيعة الحال نتكلم هنا على لو فيرب سابلي هذا عنده علاقة بلو فيرب أبلي أبلي كلكي يعني أنك تنادي عليه إذا لو فيرب سابلي يعني أنك تنادى كيف تنادى المقصود ما اسمك يعني كيف نناديك بمعنى آخر ما هو اسمك إذا في هذه الحالة كوفيلو شافيفي ماذا يفعل القط فيفي المقصود ماذا فعل القط فيفي كوفي كوفيلو شافيفي طبعا حتى نتكلم هنا على لو فيغ فار جو في تو في إل في إذا كوفي لو شافيفي ماذا يفعل القط فيفي إذا لو شافيفي فا لا شاسي إذن القط فيفي ذهب ليصطادها c'est-à-dire que le chat Fifi va chasser la souris va chasser la petite souris يعني أنه ذهب ليصطاد الفأرة الصغيرة أو نقول le chat va la chasser يعني القط ذهب ليصطادها le chat va la chasser يعني أن القط ذهب ليصطادها أو نقول فقط il chasse la souris il chasse la souris يعني أنه يصطاد الفأرة il chasse la souris إذا تنتكلم كما قلنا على لو فيرب شاسي يعني فعل اصطاد إذا السؤال الأخير إسكو لو شا إي كونتون هل القط فرح إسكو لو شا إي كونتون هل القط فرح إسكو لو شا فيفي إي كونتون هل القط فيفي فرح بيان سور لو شا فيفي إي تري كونتون باسكو سي كوم إل أ لا فيت C'est la fête pour le chat. C'est la fête pour lui. C'est la fête pour lui. إنها الحفلة بالنسبة له. إذن عندما يصطاد فأرة فهي تعتبر حفلة بالنسبة له. إذن c'est la fête pour le chat. إنه الاحتفال بالنسبة للقط. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.